بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بالكلام على الحديث الثاني من الأحاديث من الأربعين النووية، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث جبريل المشهور المشتمل على تعليم الدين كما بيّن ذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. والحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم مضى فلبثنا مليا. قال: تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث عظيم من الحديث الجامعة الواسعة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي حصل من جبريل أنه تعليم للدين، وذلك أن جبريل وصف بأنه معلم لكونه سأل عن أمور يسمع الجواب عليها الصحابة، فأضيف التعليم إليه لأنه إنما جاء سائلا ليعلم غيره وليس ليتعلم، لأنه عالم بذلك. ولهذا كان يقول: صدقت، بعد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء المسؤول عنها. والحديث له سبب، الحديث إراده الإمام مسلم رحمه الله أورده في صحيحه، وهو أول حديث عنده في صحيحه في كتاب الإيمان. وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام النووي رحمه الله ابتدأ الأربعين بأول حديث في صحيح البخاري، وثنى بأول حديث في صحيح مسلم، وثنى بأول حديث في صحيح مسلم، وأن البغوي رحمه الله قد سبقه إلى ذلك في كتاب مصابيح السنة وكتاب شرح السنة، فإن أول حديث بدأ به حديث من أعمال النيات، والحديث الذي ثنى به حديث جبريل، فحديث جبريل حديث عظيم جمع فيه بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام والإحسان، وبيّن يعني ما شيئا من أشراط الساعة ومن علامات الساعة، ووصف وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل إنما سأل ليعلم الناس وليعلم الناس الدين. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يرويه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من رواية صحابي عن صحابي، ومن رواية ابن عن أب. وسبب تحديثه به أنه جاء رجلان من العراق حاجين ومعتمرين، وهما يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري كما يقول الراوي، وهو يحيى بن يعمر كما في الحديث عند مسلم. قال: خرجنا، قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، يعني إما في حج وإما في عمرة، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فنسأله ونبدي له ما حصل في بلدنا وما حصل في بلادنا من هذا الرأي الباطل والقول المحدث، وهو أنه لا قدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر، يعني أنه حصل لهم أن لقوا عبد الله بن عمر، فاكتنفه
واحد عن يمينه واحد عن شماله، اكتنفاه احدهما عن يمينه والثاني عن شماله. قال يحيى بن عمر ابن يعمر: فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، يعني معناه ان ذاك سكت ولم يتكلم، ففهم يحيى بن يعمر انه يريد منه، اي يريد من يحيى بن يعمر ان يتكلم، فبدا بالكلام الذي هو يحيى بن يعمر. فقال انه ظهر قبلنا اناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم، يعني معناه انهم عندهم اجتهاد في القران وفي العلم، يقولون لا قدر وان الامر انف، يعني معناه انه لم يسبق قدر ولم يسبق كتابه وتقدير ولم يسبق علم بالاشياء التي يخلق التي ياتي بها الناس، وان العباد يخلقون افعالهم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم انني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن احدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يؤمن ولا يدخل الجنه، ما ادري ايش اللفظ بالضبط، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني ابي عمر بن الخطاب قال: بيننا في جلوس، واتى بالحديث بطوله من اجل جمله وتؤمن بالقدر خيره وشره، انه من اصول الايمان، انه من اصول الايمان، فاورد الحديث بتمامه من اجل الاستدلال به على فقره معينه من الحديث الطويل، وهي كلمه وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا يبين لنا أن سلف هذه الأمة هم المرجع، أي الصحابة كانوا هم المرجع للتابعين، وأنهم يرجعون إليهم في أمور الدين، وأن الواجب هو في كل زمان ومكان الرجوع إلى أهل العلم عندما تحصل الأمور المشكلة والأمور المعضلة، فإن المرجع في ذلك إلى أهل العلم، ما يتخرص كل متخرص ويقول كل قائل ويتحدث كل متحدث، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم، كما أن الأمور المختلفة من الصناعات والمهن والحرف إنما يرجع فيها إلى أصحاب الاختصاص، يرجع فيها إلى أصحاب الاختصاص ولا يقدم عليها بدون علم. فلا شك أن أمور الشريعة والأمور الشرعية هي من باب أولى أن يكون المرجع فيها إلى أهلها وإلى من عندهم علم بها. فكان هذا شأن سلف هذه الأمة، أن التابعين يرجعون إلى الصحابة، يرجعون إلى الصحابة في معرفة ما يجد وما ينزل وما يحصل من أمور تظهر مخالفتها لما هو معروف في الكتاب والسنة، أو أن فيها اشتباه أو أي شيء أو شك، فإن المرجع في ذلك إلى أهل العلم. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعبد الله بن عمر لما أجاب، أولا أجاب ببيان منزلة هؤلاء وبيان حالهم، وأنه بريء منهم وهم براء منه، وأن من لا يؤمن بالقدر يعني لا يقبل منه شيء ولا يدخل الجنة حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم أتى بالدليل، وهذا فيه أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من بيان الحكم بدليله، بيان الحكم بدليله. وأيضا من طريقة الإمام مسلم رحمه الله أنه يأتي بالأحاديث كما هي، ويأتي بالألفاظ كما وردت، ولا يختصر الأحاديث ولا يفرقها ويجزئها ويأتي بها في أماكن متعددة مثل ما صنع البخاري، فإنه يأتي بالحديث على ما هو عليه وعلى هيئته التي هو عليها، ولا يتصرف فيه بالاختصار ولا بالتقديم أو التأخير، وإنما يأتي به كما هو. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله أورده كما كان بتمامه، ولم يختصره ويأتي بمحل الشاهد، يعني بعض أهل العلم عندما يكون الحديث طويلا يأتي بمحل الشاهد من اختصاره، ولكنه رحمه الله هو يحافظ على الفاظ، وهذه من ميزاته التي تميز بها عن غيره، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمته في ترجمته في تهذيب التهذيب،
بعدما ذكر كلام ما نقله المزي وما جاء في كلام المزي في تهذيب الكمال، قال: قلت قد حصل حظ عظيم مفرط للإمام مسلم لم يحصل لغيره، وذلك بعنايته بالمحافظة على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى وعدم الاختصار، وأنه يأتي بالشيء كما كان، وأنه لا يحصل منه شيء من التغيير والتبديل برواية بمعنى أو باختصار أو بغير ذلك، وهذه من ميزاته التي تميز بها. قال: حصل لمسلم حظ عظيم مفرط، وهو أنه يفعل كذا وكذا، وذكر شيئا من محاسن كتابه وهو المحافظة على الألفاظ وحسن الترتيب والتنظيم. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عندما يأتون بالحكم يأتون بدليله ولو لم يطلب منهم، يأتون بدليله ولم يطلب منهم، وذلك أن الإتيان بالدليل هو الأساس الذي يبنى عليه. والسائل عندما يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسمع الدليل من الكتاب والسنة، لا شك أن الناس متعبدون بالالتزام الكتاب والسنة وبالعمل بما جاء في الكتاب والسنة. فإذا أجاب المسؤول السائل عن مسألته وأتى بعد ذلك بالدليل، فهذا من تمام الإجابة ومن تمام الإحسان ومن تمام طمأنة السائل إلى أن الجواب الذي أجيب به مبني على نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن حصول هذه البدعة التي حدثت في عصر الصحابة، وهذا مما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض المسارية: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يخاطب أصحابه أن من تطول به الحياة ومن يعيش فسيرى اختلافا وخروجا عن الجادة وانحرافا عن الصراط المستقيم، وهذا الاختلاف ليس بالقليل بل هو كثير. فأخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر سيقع وهو وجود الاختلاف بل وكثرته، بل وحصول كثرته، ليس حصول الاختلاف فقط بل ومع حصوله أنه يكون كثيرا. فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشد عند هذا الاختلاف إلى لزوم السنة، وهي لزوم ما كان عليه رسول الله عليه السلام وأصحابه، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أيضا يعني هذه البدعة حصلت في العراق، وكثير من البدع نشأت من هناك، كثير من البدع ظهرت من هناك، وكثير من الشرور ظهر من هناك، يعني من تلك الجهة. وهذا يبين لنا معنى الحديث الذي فيه: اللهم بارك لنا في شام وبارك لنا في من، قال: في نجدنا، قال: هناك الزلازل والمحن. وقد جاءت يعني آثار وأحاديث تدل على أن المقصود بذلك جهة العراق وما وراء العراق من بلاد فارس. وأول شيء حصل هو كون ملكهم مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أرسل نفسه الكتاب إليه مزقه، وهذا بخلاف ملك الروم فإنه احتفظ بالكتاب وحفظه، وصار يبحث عمن يأتي إلى بلاده من العرب ليسألهم عن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقصة هرقل المشهورة، وهي في أول صحيح البخاري المشتمل على كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه احتفظ به، وأنه لما يعني جاء أبو سفيان ومن معه سألهم وقرأ الكتاب وسألهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأمور التي كان يعلمها عن الأنبياء، فوجدها موجودة في هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد بيّن ذلك أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، حيث تحمل هذا في حال كفره ثم أدى ذلك بعد إسلامه. الحاصل أن كثيرا من البدع وكثيرا من الشرور إنما خرجت من تلك الجهة، إنما خرجت من تلك الجهة. ولا يزال على مختلف العصور كثير من الشرور تأتي من الجهة، ولا يعني ذلك أن ما فيه إلا الشر، بل هناك الخير الكثير، فإن كثيرا من العلماء من المحدثين والفقهاء هم من تلك في تلك الجهة، وأكثرهم من العجم، وأصحاب الكتب الستة
البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من تلك الجهه. والامام احمد وابو حنيفه ويعني سفيان الثوري وكثير من الفقهاء والمحدثين من تلك الجهه. لكن الحديث الذي ورد وقد بين ذلك اهل العلم منهم الخطابي ومنهم ابن حجر وقالوا ان هذا هو المقصود بنجد وليس المقصود به كما يقوله بعض الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأن المقصود ذلك نجد الذي هو اليمامة. فإن اليمامة ما كانت معروفة وليس لها ذكر وليس لها شأن، وإنما النجد يراد به الأماكن المرتفعة المختلفة. والحديث الذي فيه ذكر وقت لأهل نجد قرن المنازل ليس المقصود به اليمامة بل المقصود به كل الجهات المرتفعة التي تكون من تلك الجهة من الطائف وما وراء الطائف ومن جميع الجهات كلها يقال لها نجد، لأن تهامة فيها يلملم ونجد وهي الأماكن المرتفعة، والذي يأتي الناس من الأماكن المرتفعة ميقاتهم قرن المنازل الذي هو الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد. فالحاصل أن هذه البدعة التي ظهرت وأول ما ظهرت في العراق في البصرة، وأن أول من أظهرها معبد الجهني كما جاء في إسناد هذا الحديث الذي هو عند الإمام مسلم، يعني يدلنا على ظهور كثير من الشرور من تلك البلاد، وإن كان حصل فيها كثير من الخير وكثير من أهل العلم سواء في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك من سائر العلوم. لما خرج معبد الجهني أول من ظهر أول من قال بالقدر معبد الجهني، فخرجت أنا وعبد الرحمن أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على أن التابعين أنهم كانوا يستغلون فرصة الحج والعمرة لتحصيل العلم والاشتغال بالعلم والرجوع إلى العلماء، وأنهم يجمعونها بين أداء النسك وبين أداء العبادة وبين الرجوع إلى أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الحجاج والمعتمرين والزائرين عندما يأتون إلى مكة والمدينة عليهم أن يحرصوا على التفقه في الدين وعلى معرفة الأحكام الشرعية، لأن هذا هو شأن سلف هذه الأمة كما في إسناد هذا الحديث. خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التقاهم بعبد الله بن عمر رضي الله عنه وفرحهم بذلك واكتنافهم إياه كل واحد من جهة، يعني حتى يستوعب كل واحد منهم ما يصدر منه وما يسمع منه، لأن إذا كان هذا من جهة وهذا من جهة وتكلم وحدث فإن هذا يسمعه كما يسمعه هذا، وما صاروا كلهم في جهة واحدة ويكون هذا وراء هذا، بل صار يعني هذا من جهة وهذا من جهة يريدون أن يقربوا من هذا الصحابي الجليل وأن يسمعوا حديثه ويسمعوا كلامه ويسمعوا إفتاءه بالشيء الذي إفتاءهم بالشيء الذي يسألون عنه ويفتيهم به. ثم أيضا كون يحيى بن يعمر لم يتكلم لأنهم ما حصل منهم اتفاق فيما يبدو في أول الأمر على أن واحد يتولى الكلام، وكأنه يعني حصل لهم أو فاجأهم وجود عبد الله بن عمر ففرحوا واكتنفوه ولم يكن بينهم اتفاق على أن واحد يتولى الكلام. إذا كان هنا اتفاق على أن واحد يتولى الكلام هذا جيد، يعني يترك الكلام لمن اتفق معه على الكلام، لكن حيث لا يكون الكلام الاتفاق يعني حاصلا فينبغي التريث، ولا يقدم الإنسان على الكلام دون غير قبل غيره إلا إذا حصل استئذان منه أو حصل منه سكوت عرف منه الآخر بأنه يريد أن يتكلم الآخر. ولهذا قال فظننت أنه سيكل الكلام إلي، فظننت أنه سيكل الكلام إلي، فتكلم معه وقال إنه ظهر قبلنا أناس يعني كذا وكذا، وذكر شيئا من عبادتهم وشيئا من يعني قراءتهم للقرآن، وأن يعني هذا يعني شيء غريب
لأنه لو كان هذا من من من, من أناس ليسوا لهم اشتغال بالقرآن وليس لهم اشتغال بالعلم يمكن يقول هذا جاهل وهذا تكلم عن جهل، لكن هذا الذي حصل منه هذا الشيء مع أنه يشتغل بالقرآن تكون المصيبة به أكبر والبلية به أعظم، لأنه عنده يعني شيء من المعرفة وشيء من الاشتغال بالقرآن وبالعلم، فمثل هذا هو الذي يحصل الضرر به أكبر بخلاف الجاهل، فإن الجاهل الأمر فيه يعني هين لأنه لا يعلم فإذا علم تعلم، ولكن الإنسان الذي يكون أقدم على شيء عن علم وعن معرفة، يعني علم بالباطل ومعرفة بالباطل وأقدم عليه يظن أنه حق وهو باطل، هذا هو الذي يصعب ويكون خطيرا على الناس ويكون خطيرا على الإنسان نفسه، خطيرا على الناس لأنهم يغترون به ويظنون أنه صاحب علم وصاحب وأن هذا عن علم ومعرفة، وإنما هو يعني عن ضلال وعن يعني انحرافا في العلم، وأيضا خطرا على الإنسان نفسه بأنه يعتقد أنه على حق فيستمر على باطله وقد يموت وهو على باطله. ولهذا جاء في الحديث أن الله تعالى حجب التوبة عن كل يعني مبتدئ عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان مبتدعا فقد يستمر على بدعته ويموت عنها عليها ولا تحصل له التوبة لأنه يعتبر أنه على حق، وأما الإنسان الذي هو صاحب معصية ويعرف أن هذا ذنب وأنه فعل ذنبا هو عاصم فيه فهذا هو الذي يتوب ويبادر التوبة لأنه يشعر بالخطأ ويشعر بالتقصير، وأما ذاك ما يشعر بالتقصير يظن أنه على حق ومع أنه على باطل، كما قال الله عز وجل أفمن زوي له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زوي له سوء عمله فرآه حسنا، فإذا يستمر على باطله فيكون حصول ذلك من لديه معرفة ضرر على نفس الإنسان وضرر على غيره، ضرر عليه بأنه يبتعد عن التوبة وأنه قد يموت على بدعته، وضرر على غيره بأن يغتر به لأنه يظن أنه قال ذلك قال ما قال بناء على علم. ثم ذكر لما ذكر شيئا من صلاحهم ومن يعني في الظاهر ومن عباداتهم قال يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أنه ما سبق القضاء والقدر، ما سبق القضاء والقدر وأن الناس يستأنفون وأن هذه أمور توجد ولم يسبق تقدير الله عز وجل بها ولا علم الله عز وجل بها، وهذا كما يقول بعض أهل العلم طريقة الغلاة الذين ينكرون العلم القديم أو العلم الأزلي بالأشياء قبل خلقها، وينكرون أيضا التقدير وينكرون أيضا التقدير وأن الله تعالى قدر الأشياء وكتبها، يعني فقال ولهذا قال أخبرهم بأنهم براء مني وأني براء وأني بريء منهم، يعني لست منهم وليسوا مني، لست منهم وليسوا مني، لأنهم أنكروا أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، خبر صادق لا بد منه بل هو من أصول الإيمان والتي بينها جبريل للناس بسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام، بسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام بينها للناس، فالأمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. وبعدما ذكر الحكم بين الدليل على ذلك وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأل فيه جبريل الرسول عليه السلام وأجابه، ومن جملة ما أجابه عن تفسير الإيمان وبيان مراد بالإيمان وأركان الإيمان وهي الستة التي آخرها الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، وأن كل ذلك منه سبحانه وتعالى. ثم ساق الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كانوا جالسين يتعلمون منه ويسألونه وأيضا ينتظرون من يأتي ممن يسأل، وقد كانوا يحرصون على أن يأتي بعض الأعراب فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين
فيسمعون الجواب. وفي تلك المرة التي كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم رجل غريب، وتظهر غرابته من جهتين، من جهة أنه غير معروف ومع ذلك ثيابه حسنة وشعره يعني شديد السواد وليس أشعث ولا أغبر ولا ثيابه مدنسة من الغبار بسبب السفر، فهذا شيء غريب يعني عليهم، الرجل غير معروف والهيئة التي هو عليها ليست هيئة المسافر وليست هيئة الغريب الذي يأتي يعني من مسافة بعيدة يظهر على وجهه التأثر ويصير أشعث يصير أغبر بسبب سفره ومعاناته الطريق. هذا يختلف عن الشيء الذي كانوا يعرفونه وعن الشيء الذي كانوا يألفونه. فجاء، وقد جاء في بعض الروايات كما في سنن أبي داود وغيره أنه سلم من طرف البساط، سلم، وفي رواية مسلم ليس في ذكر السلام. ومن المعلوم أن الرواة كل منهم يروي ما بلغه وما سمعه، وقد يحفظ بعضهم ما لم يحفظه الآخر، وقد يحصل من الراوي نفسه اختصار للحديث يعني لم يحصل من غيره. فهناك أسباب لوجود كون الحديث يكون فيه زيادة عند بعض الرواة ونقص عن بعض الرواة، لأن هذا حفظ وهذا لم يحفظ، أو أن هذا حفظ ولكنه اختصر عند الرواية، أو أن بعض الرواة حفظ ولكنه اختصر عند الرواية. والحاصل أن حديث عمر في صحيح مسلم ليس في ذكر السلام، ولكنه موجود في سنن أبي داود وفي غير سنن أبي داود. ثم إنه جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني قرب منه قربا شديدا، وضع يديه على فخذيه، وجاء في بعض الروايات أنها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لشدة القرب والإصغاء إليه واهتمامه بتلقي ما يسمعه. ثم إن هذا الذي جاء هو جبريل، وجبريل من الملائكة، والملائكة خلقوا من نور كما جاء في حديث عائشة، خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب ومن طين ومن صلصال كالفخار، كما جاء في القرآن وصف خلق آدم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل خلق الملائكة وهم ذو أجنحة، كما قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وجبريل ثبت أن له 600 جناح، جبريل ثبت في السنة أن له 600 جناح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، مرة في السماء لما عرج به عند سورة المنى، النتيجة أنه لا وجود له، النتيجة أنه لا وجود له. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه العلو لما نقل كلام ابن عبد البر علق عليه بقوله قلت صدق والله، يعني صدق ابن عبد البر أن المشبهة أن المعطلة نافون المعبود، صدق والله، قال فإن المعطلة أو فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم ألها خوص؟ قالوا لا. قالوا لها عسب؟ قالوا لا. ألها قنو؟ قالوا لا. ألها ساق؟ قالوا لا. وكل صفة من صفات النخل يسألونهم عنها يقولون إنها لا توجد في هذه النخلة، فقيل لهم إذن ما في داركم نخلة، النتيجة أنه لا يوجد في داركم نخلة إذا لم يكن لها ساق ولا عسب ولا خوص ولا قنو، وكل صفات النخل ممتفية عنها، إذن لا وجود للنخلة في داركم. فكذلك الذي يقول أن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ينفونه عنه، إذن لا وجود له. وهذا هو معنى قول ابن عبد البر وهم عندما نقر بها نافون للمعبود، وهم عندما نقر بها نافون للمعبود. ومما يوضح ويبين أن هذا التصور الذي تصوروه وبناء عليه نفوا عن الله الصفات، من أمثلة ذلك قالوا
أننا لو أثبت أن الله يتكلم بصوت وحرف لازم أن يكون مشابها للإنسان الذي يتكلم بحرف وصوت، ويلزم أن يكون له لهات وشفتين وحنجرة ومخارج حروف، لأننا لا نتصور كلاما إلا وفقا لهذا الكلام الموجود في المخلوق. هكذا الشبهة جاءت، لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع التشبيه، ما وفقوا لأن يتصوروا إثباتا مع تنزيه، وإنما تصوروا إثباتا مع تشبيه ففروا منه إلى التشبيه بالمعدومات. وهذا الكلام الذي قالوه أنه لا يتصور كلام إلا مع إلا وفقا لما هو موجود في المخلوقين هذا باطل وغير صحيح. ومما يدل على بطلانه أولا أنه لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، ما في تلازم، فهناك إثبات مع تشبيه وإثبات مع تنزيه، والإثبات مع التشبيه هذا هو المحرم الباطل الذي لا يسوق، والإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه. فالله يتكلم ولا نعلم كيفية تكلمه، ولا يشبه الخلق والخلق لا يشبهونه، فجميع صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وجميع صفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا تشابه بين الخالق والمخلوق، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، ويتكلم لا كتكلم تكلمنا، بل كلامه كما يليق به، كلامه سبحانه وتعالى كما يليق به. فإذا أولا لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، هناك إثبات مع تشبيه وهناك إثبات مع تنزيه، والحق هو الإثبات مع التنزيه. الأمر الثاني أنهم قالوا أننا لا نتصور كلام إلا أن يكون بهذه الطريقة، وأن يكون بحنجرة ولهات ومخارج حروف وشفتين ولسان، ليس بلازم أن يكون بهذه الطريقة التي نعرفها ونعقلها، ليس بلازم، بل قد وجد الكلام في الدنيا وسيوجد في الآخرة بدون هذه الطريقة التي نعقلها. أما في الدنيا فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن حجرا بمكة، يعني كان يسلم علي قبل البعثة إذا مررت به قال السلام عليك يا محمد، حجر، كيف تكلم الحجر؟ يعني ما يتكلم الحجر إلا يكون له فم ولسان وشفتين وحنجرة ومخارج حروف، وإلا لا يتكلم. الحجر تكلم ووجد منه الكلام، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يسلم علي يقول السلام عليك يا محمد، حجر، كيف تكلم الحجر؟ الله تعالى أعلم، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. فقولهم إن لا يتصور كلام إلا بهذه الطريقة هذا كلام باطل، لأنه وجد في الدنيا كلام ليس على هذه الطريقة، لا ندري كيف كان التكلم. وأيضا الذراع الذي كان وضعت فيه اليهودية السم، وكانت تعجبه الذراع فوضعت السم في الذراع، ولما نهس منه نهسة تكلم الذراع وقال إنه مسموم. الذراع تكلم، كيف تكلم؟ يعني ما يتكلم إلا يكون له لهات وحنجره ولسان وشفتين ومخارج حروف، الله تعالى أنطقه الذي أنطق كل شيء. فإذا وجد الكلام في الدنيا على وجه غير الذي نعقله ونعرفه، وإذا كان هذا حصل من مخلوق وما عرفنا أن كيف تكلم، فالله عز وجل يتكلم ولا نعرف كيف يتكلم. إذا كنا لا نعرف كيف تكلم المخلوق فمن باب أولى أن لا نعرف كيف يتكلم الخالق. والتكييف لا يسأل عنه ولا يبحث فيه ولا يتصور، الإنسان يعمل على أن يتصوره أو يتخيله، بل يفوض الكيفية إلى الله عز وجل، يفوض الكيفية إلى الله عز وجل، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف معلوم لنا لأننا خطبنا بلسان عربي مبين ونحن نعقل ما خطبنا معاني ما خطبنا به، ولكن الكيفية لا نعلمها نجهلها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا يقال في جميع الصفات، كل صفة يقال فيها أن الكيف مجهول، فكيفية التكلم مجهولة بالنسبة لنا. وإذا كان هذا مخلوق موجود ومع ذلك ما عقلنا كيف تكلم،
فمن باب أولى ألا نعقل كيف تكلم الخالق ولا نفكر ولا نفكر في ذلك. لكن هؤلاء الذين يقولون أنه لا يتصور كذا إلا بكذا قد وجد كلام على غير الطريقة التي نعقلها وهي من مخلوق. وأما في الآخرة فقد أخبر الله عز وجل أنه يختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل الإنسان. تنطق الأيدي والأرجل والجلود, وهذا شيء على غير الكثية التي نعقلها, وهي أنه ما يكون بحنجرة ولهات ومخارج حروف. وعلى هذا فالذين ينفون الصفات عن الله عز وجل بحجة أنهم لو أثبتوا لكانوا مشبهين فينفونها, والنتيجة أنهم يقعون في تشبيه أسوأ وهو التشبيه في المعدومات, حيث فروا من تشبيه سيء تخيلوه إلى وقعوا في تشبيه أسوأ وهو كون الله عز وجل يكون لا وجود له, لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات كما عرفنا ذلك بالمثال الذي ذكره الذهبي عن حماد بن زيد. وعلى هذا فيتضح لنا أن الحق هو وسط بين الطرفين المتناقضين, الطرف الذي أثبت وشبه والطرف الذي نفى وعطل, والحق هو مع الذي أثبت ونزه, وهو الذي دل عليه القرآن في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فإن وهو السميع البصير إثبات, وقوله ليس كمثله شيء تنزيه, فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار, وكذلك يقال في جميع الصفات. هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام, توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية, ما هو مستنده؟ يعني بعض المفتونين في هذا الزمن يقولون هذا تقسيم محدث, هذا تقسيم محدث ليس عليه دليل. ومن المعلوم الذي ذكره العلماء أن هذا التقسيم دل عليه الاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, الاستقراء والتتبع, وأن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة بالاستقراء والتتبع, وليس ذلك يعني بغريب ولا بعجيب, بل الأمر في ذلك واضح. نصوص الكتاب والسنة جعلت أو دلت على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام, توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. نصوص الكتاب دلت على ذلك ونصوص السنة دلت على ذلك, كما أن هناك تقسيمات أخرى مثل تقسيم النحويين الكلام إلى اسم وفعل وحرف ما في دليل يدل عليه الكتاب والسنة, وإنما هو بالاستقراء. استقرأوا وعرفوا أن الكلام كله ما يخرج عن ثلاثة أشياء, إما اسم وإما فعل وإما حرف. إذن هذا حصل بالاستقراء وهذا حصل بالاستقراء, ولا إشكال في ذلك, ولا إشكال في ذلك. وإنما هذا أو الاعتراض على مثل هذا يحصل من الذين لم يوفقوا لاتباع الكتاب والسنة ولم يوفقوا للسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة, وإنما ابتلوا بأن يكونوا على من أهل الأهواء والبدع والانحراف عما جاء في الكتاب والسنة, فصاروا ينكرون ما يأتي وما يذكره أهل السنة وما يثبتها أهل السنة مستنبطا من الكتاب والسنة, وحصل بالاستقراء وثبت بالاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا تتبع نصوص الكتاب والسنة يجد أن التقسيم أو أن هذه الأقسام موجودة, ويكفي مثالا على ذلك أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف, الفاتحة والناس. فالحمد لله رب العالمين, هذه الجملة من الآية أو هذه الآية التي هي أول آياتها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة, لأن الحمد لله نسبة الحمد إلى الله هذا فعل العبد, كون العبد يحمد الله عز وجل ويضيف الحمد إليه ويقول الحمد لله, هذه عبادة, يضيف الحمد إليه ويسند الحمد إليه ويعترف بأنه المحمود, فهذا توحيد ألوهية. رب العالمين في توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. ربوبية في قوله رب العالمين, كون رب العالمين يعني خالقهم ومربيهم بالنعم وموجدهم من العدم,
وربوبية لأن من أسماء الله الرب، وهو إن كان هنا مضاف إلا أنه قد جاء مفردا في القرآن كما في قوله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فهذا من الأسماء والصفات، هذا من أسماء الله عز وجل. ثم أيضا لفظ الجلالة الذي هو لله الحمد لله الذي هو العلم، يعني علم الأعلام وأوضح الأسماء والذي تضاف إليه الأسماء وتوصف به وتأتي الأسماء أوصافا له كما يأتي في القرآن كثيرا، يأتي ثم تأتي بعده الأسماء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله عالم غيب، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الخالق البارئ المصور، عندما تأتي الأسماء تأتي أوصافا له، فهو أوضح الأسماء وأبينها اشتملت عليه هذه الآية الكريمة. إذن الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كلها موجودة، والصفات كما هو معلوم كل اسم يدل على صفة، كل اسم من أسماء يدل على صفة من الصفات، كل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. فالرحمن والرحيم يأخذ منهم الرحمة، والعزيز العزة، واللطيف اللطف، والقوي القوة، والحكيم الحكمة، والخبير الخبرة، والعليم العلم، وهكذا كل اسم يشتق منه صفة، كل اسم يشتق منه صفة. إذن الآية الكريمة هذه اجتمعت على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلني على صفة الرحمة، ففي توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لأن مالك يوم الدين يعني الدين يوم الدين هو يوم القيامة اللي هو يوم الجزاء والحساب، والله تعالى مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، وإنما قيل مالك يوم الدين لأن ذلك اليوم هو الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فإنه وجد من يتجبر ويتكبر، بل وجد من قال أن ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، وأما الآخرة ما فيها إلا الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، توحيد الألوهية، لأن اهدنا دعاء، والدعاء من هو العبادة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم أهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فرقوا التوحيد. فسورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، ومثلها سورة الناس قل أعوذ برب الناس، مثل الحمد لله رب العالمين، مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. أعوذ بالله هذا توحيد الألوهية، لأن الاستعاذة من أنواع أفعال العباد ويصرفونها لله عز وجل وحده، ورب الناس مثل رب العالمين فيها ربوبية وفيها أسماء وصفات، ملك الناس فيها ربوبية وأسماء وصفات، إله الناس فيها ألوهية وأسماء وصفات. إذن هذا التقسيم موجود في الكتاب والسنة، وقد عرف بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، هذا هو الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله أي يؤمن بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وملائكته. الإيمان بالله عز وجل هو أس الأسس، وكل ما بعده تابع له، كما أن الشهادتين في أركان الإسلام هي أس هذه الأركان وغيرها، وكل ما بعدها تابع لها، فكذلك الإيمان بالله كل ما وراءه تابع له، وكل ما يجب الإيمان به تابع له. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وقد خير وشره، من لا يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة. إذن الإيمان بهذه الأمور تابع للإيمان به، فإذن هو الأساس، ولهذا أضيف كثير من هذه الأمور الباقية بالضمير العائد إليه، حيث قيل وملائكته وكتبه ورسله، ملائكته وكتبه ورسله. إذن الإيمان بالله عز وجل هو الأساس، وغيره تابع له، ومن لم يؤمن بهذا الأساس لا يؤمن ببقية الأسس، لا يؤمن ببقية الأسس. الإيمان بالملائكة، الملائكة خلق من خلق الله،
لا يعلم عددهم إلا الله. وقد جاء في السنة بيان أنهم خلقوا من نور، كما جاء فيها بيان أن الجان خلق من مارج من نار، وأن الإنسان خلق مما وصف لنا في القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين وتراب وصلصال كالفخار، كما جاء ذلك في القرآن. فإذا أصل الملائكة من نور، وأصل البشر من تراب، وأصل الجن من النار، من المارج من النار، كما جاء ذلك في القرآن، وكما جاء مبينا في السنة في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى خلقهم ذوي أجنحة، كما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد ثبت في السنة أن جبريل له 600 جناح، له 600 جناح، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها، مرة عند سدرة المنتهى لما عرج به إلى السماء، ومرة رآه في الأرض وقد سد الأفق لضخامة حجمه، سد ناحية الأفق لكبره وعظمه. ثم هذا المخلوق الذي هذا عظمه يتحول بقدرة الله عز وجل إلى أن يكون على صورة إنسان، كما مر بنا في نفسه أو في أول الحديث، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل غير شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد. والملائكة يتشكلون من خلقهم إلى خلق آخر اللي هو خلق الإنسان، كما حصل في لجبريل حيث كان يأتي إلى صورة رجل مجهول، وكما جاء في صورة يحيى بن خليفة الكلبي، وكما جاء جبريل إلى مريم بصورة بشر، وكما جاء ضيوف إبراهيم إلى إبراهيم، وكذلك ذهبوا إلى لوط وهم على صورة البشر وهم ملائكة. فالله عز وجل يقلبهم ويجعلهم يتحولون من خلقهم الذي هم عليه إلى خلق آخر، والله على كل شيء قدير. وهذا الذي يحصل منهم لا يقال أنه دليل على جواز التمثيل، فإن الحديث لا يدل على جواز التمثيل، والتمثيل محرم وهو من الكذب الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له، وهو من الكذب، وليس ولا يدل هذا على جواز التمثيل، لأن هذا المخلوق هو نفسه الذي كان سد الأفق جاء على هذه الصورة والله تعالى قلبه عليها. فلا يقال أنه يجوز للإنسان أنه يعني يمثل يعني غيره، وأن يتكلم يعني على أساس أنه يعني غيره، أو يكون هذا يمثل كذا وهذا يمثل كذا وهذا يعني يمثل، حتى وصل لأنه يمثل الشيطان، الممثلين وصل لأنهم يمثلون الشيطان والعياذ بالله. فالحديث لا يدل على التمثيل، لأن هذا شيء حصل بقدرة الله عز وجل وقلبه من حال إلى حال، وصار بأمر الله وبقدرة الله، وهو ما وهذا قد حصل بقدره وقضائه وقدرته سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يحصل فهو تكلف وكذب واتيان بشيء ليس له أساس في الدين. والإيمان بالملائكة يجب الإيمان بمن سمي منهم باسمه، من سمي منهم باسمه نؤمن به باسمه، كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وكملك وكخازن الجنة الذي هو خازن النار الذي هو مالك، كما جاء في القرآن. وجاء أو اشتهر أن خازن الجنة أنه رضوان، وأن ملك الموت يقال له عزرائيل، ولا نعرف شيئا يعني ثابتا في ذلك، ولا نعرف شيئا ثابتا في ذلك، وإنما الذي هو ثابت والذي جاء في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكذلك مالك خازن النار كما جاء في سورة الزخرف. فنحن نؤمن بمن سمي باسمه
ومن لم يسمى نؤمن به وإن لم يعرف اسمه. نصدق بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه عن الملائكة. من سمي نؤمن به بنسميه، ومن لم يسمى نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الملائكة وأعمالهم وإن لم نعرف أسماءهم وكل ما جاء في السنة من أخبار في الكتاب والسنة من أخبار عنهم، من يعني بيان أعمالهم والأمور التي كله فيها وما يتعلق بعباداتهم وما إلى ذلك من أحوالهم، كل ما ثبت به الكتاب والسنة يجب التصديق به. وهذا من الإيمان بالغيب، وهذا من الإيمان بالغيب، لأننا ما عرفنا ذلك إلا عن طريق الكتاب والسنة، ما نشاهدهم ونعاينهم فنعرفهم عن طريق مشاهدة ومعاينة، وإنما نعرفهم عن طريق الوحي. وهذا من الإيمان بالغيب، بل الإيمان بالله عز وجل هو من الإيمان بالغيب. الإيمان بالله هو من الإيمان بالغيب، لأننا لا نعرف عن الله عز وجل إلا ما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله من الإيمان بالغيب، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، والإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب، والإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، والإيمان بالقدر من... كل أركان الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب، كلها داخلة تحت الإيمان بالغيب. أي أننا ما عرفنا ذلك إلا عن طريق الوحي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنة، وقد جاء في الكتاب والسنة يعني بيان كثيرا من أعمالهم، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم موكل بالقطر، ومنهم الموكل بالموت، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم موكل بالأرحام، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم موكل بالنار، ومنهم موكل بالحفظ، ومنهم موكل بالكتابة. أعمال كثيرة الله سبحانه وتعالى بيّنها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم يجب التصديق به، يجب التصديق به. ثم أيضا هم كثرة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على كثرتهم أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. كل إنسان له قرين من الملائكة، وهذا يدل على كثرتهم، لأن كل إنسان له قرين من الملائكة. ويدل على كثرتهم أن البيت المعمور كما جاءت في السنة، والبيت المعمور بالسماء السابعة، وهو على سمت الكعبة وفوق الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة لأنه فوقها تماما، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى. من دخله لا يعود إليه مرة أخرى، الدخول مرة واحدة لكل ملك، كل ملك نصيبه من هذا البيت مرة واحدة. فهذا يدل على كثرتهم. ومما يدل على كثرتهم أيضا الحديث الذي فيه أن النار يجرها ملائكة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، هؤلاء يجرون النار بس فقط 70,000 ب70,000. فالملائكة جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والواجب الإيمان بكل ما جاء من أخبار عنهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر وقدموا على من عداهم من الكتب والرسل، لأنهم هم الذين، لأن الملك هو الذي يأخذ عن الله، هو الذي يسمع من الله، فينزل الرسول الملكي على الرسول البشري، الرسول الملكي الذي هو جبريل على الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسل من قبله. والله تعالى وصف جبريل بأنه رسول كريم في سورة التكوير، وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم في سورة الحاقة، فكل منهم رسول كريم، هذا رسول ملكي وهذا رسول بشري. والرسول الملكي هو الذي يأخذ من الله عز وجل وينزل على الرسول البشري. فإذا قدم الملائكة لأن جبريل يأخذ عن الله عز وجل، يأخذ عن الله سبحانه وتعالى فينزل به على الرسل
صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. ثم الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب وهي التي يأخذها الملائكة ويتلقونها عن الله وينزلون بها على رسل الله. والكتب يراد بها كل كتاب أنزله الله على رسول من رسله، وهذه الكتب منها ما سمي لنا ومنها ما لم يسمى. والذي سمي لنا، الذي سمي لنا والذي عرفناه هو القرآن الذي عرفنا به الكتب السابقة، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، على خلاف بصحف موسى هل هي التوراة أو غير التوراة، فهذا هو كل ما سمي لنا في القرآن، كل ما جاءنا من أسماء الكتب هو هذا، غير ذلك ليس، لا لا لم يسمى لنا، ونحن بالمسمى وغير المسمى. والله عز وجل أخبر بأنه أنزل الكتب على الرسل كما في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ومعلوم أن الله لم ينزل كتابا على الرسل، بل أنزل كتبا، ولم ينزل كتابا واحدا. وأل هي للجنس وليست للإفراد، الألف واللام في الكتاب هي للجنس أي الكتب، وليس المقصود بها الكتاب الواحد المفرد، وإنما يراد بها عموم الكتب وجنس الكتب. وقد جاء في القرآن في مواضع عديدة ذكر الكتاب يراد به المفرد ويراد به الجنس. ومن الآيات ما جمع فيه بين هذا وهذا، ومما جمع فيه بين الاثنين قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فذكر الكتابين، الكتاب الذي أنزل على الرسول هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزلت من قبل. وفي سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق هو القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب السابقة، أي الكتب السابقة. وقد جمع الله عز وجل في هاتين الآيتين بين لفظ الكتاب مرادا به الكتاب المفرد اللي هو القرآن، ومرادا به الكتب التي هي الجنس وليس الكتاب المفرد. ومثل ذلك قوله في سورة، في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ثم قال: والكتاب أي الكتب. فإن المقصود بالكتاب الكتب، والألف واللام لاستغراق الجنس. والإيمان والمراد بالكتب هي المنزلة التي منها ما سمي ومنها ما لم يسمى. وأما المراد بالإيمان بها فنؤمن بأنها حق، وأنها كلام الله، وأنها منزلة غير مخلوقة، وأنها مشتملة على كل ما فيه سعادة من أنزلت عليهم، وأن من أخذ بها سعد وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. هذا هو المراد بالإيمان بالكتب، هذا المراد بالإيمان، لأن هناك مراد بالكتب وهي الكتب التي سميت والتي لم تسمى. والمراد بالإيمان إيماننا وتصديقنا بأنها كلام الله، وأنها غير مخلوقة، وأنها منزلة، وأنها حق، وأنها مشتملة على كل ما فيه إسعاد من أنزلت عليهم، وأن من أخذ بها يسعد ويربح، ومن يعرض عنها فإنه يخسر ويخيب. والإيمان بالكتب السابقة على سبيل الإجمال، يعني من ناحية محتوياتها نحن لا نعرف عنها شيئا إلا ما جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا من أخبار عنها، فإننا نؤمن بما جاء مضافا إلى تلك الكتب المنزلة، لأن القرآن جاء به، فنحن نؤمن بأنه موجود، سواء كان موجودا في الكتب التي بأيديهم الآن أيدي اليهود النصارى أو ليس الموجود. وقد جاء القرآن في بيان أحكام موجودة في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أي التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا موجود في الكتب السابقة، لأن القرآن أخبر بأنه موجود في الكتب السابقة. وكذلك الرجم في الزنا أيضا في الكتب السابقة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه موجود في التوراة، قد كانت موجودة في التوراة اللي موجودة في زمانه، وقد حصل التحريف والتبديل قبل زمنه صلى الله عليه وسلم،
ولكنه موجود فيها في ذلك الوقت، موجود فيها في ذلك الوقت كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان فيها من ما جاء في القرآن مضافا إليها فنحن نؤمن بأنه فيها، وأما ما هو موجود في كتبهم فإن كان لا يليق بالله عز وجل ولا يليق بالملائكة فهذا كذب، وهذا مما بدل وحرف. وإن كان جاء في القرآن ما يدل عليه فهو موجود فيها ونؤمن بذلك، وإن كان لا هذا ولا هذا، يعني بأن يكون كلاما جميلا أو كلاما حسنا وعبرا وعظات، فنحن لا نصدق ولا نكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذه الطريقة وإلى هذا المنهج بقوله في كما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لكن إذا كان في القرآن يعني ما يدل عليه فنحن نصدق به، وإن كان لا يليق بالله عز وجل وإنما هو باطل وليس بلائق بالله ولا برسله فإن هذا يكذب به، فإن هذا يكذب به. وما كان من الكلام والعبر والكلام الحكم فنحن لا ندري هل هو من الكتاب المنزل أو أنه حرف، فنحن لا نصدق ولا نكذب، لأننا لو صدقنا بكل شيء أمكن أن نصدق بباطل، ولو كذبنا بكل شيء أمكن أن نكذب بحق. ولكن إذا قلنا آمنا بالذي أنزل إليكم ولا نصدق ولا نكذب نكون أخذنا بطريق السلامة وطريق النجاة، أخذنا بطريق السلامة وطريق النجاة. ومما هو موجود في القرآن ولكنه لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى الآن ما ذكره الله في سورة الفتح من أوصاف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فإن هذا لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى، لا يوجد بالكتب التي بأيدي اليهود والنصارى هذا الوصف الذي ذكره الله عز وجل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت كل ما جاء في القرآن يجب الإيمان بأنه موجود فيها، وما لم يكن في القرآن ولا في السنة فإن الأمر فيه بالطريقة التي يتعين يكون بالمنهج الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بأن لا يكذبوا ولا يصدقوا وإنما يقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. أما بالنسبة للقرآن فيجب الإيمان به جملة وتفصيلا، لأنه موجود بين أيدينا من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمته، قد حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل، والذي بأيدينا هو الذي جمعه ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ولهذا فإن هذا الجمع من مناقبه رضي الله عنه، من مناقب عثمان أن الله وفقه لجمع القرآن وحفظ به على هذه الأمة كتابها، حيث جمعه وصار بأيدي الناس يتناقلونه ويتوارثونه وهو باق ومحفوظ بحفظ الله عز وجل. فنحن نؤمن بكل ما جاء فيه، نصدق أخباره وننتثل أوامره وننتهي عن نواهيه، ونعتقد بأنه معجز، وأن أهل الفصاحة والبلاغة تحد بأن يأتوا بمثله، ثم تنزل إلى بعشر سور مثله، ثم إلى سورة، وأقصر سورة في القرآن سورة العصر وسورة قل هو الله أحد وسورة الكوثر، ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا بهذا المقدار كلاما يعني يماثله، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. والذي أتى به رجل أمي لا ما كان يقرأ ولا يكتب، ما كان يقرأ ولا يكتب، وهذا دليل على أنه من عند الله وأنه معجز. فالقرآن يؤمن به إجمالا وتفصيلا، والكتب السابقة ما جاء ذكره في القرآن مضافا إليها يؤمن به ويصدق بأنه موجود فيها، وما لم يكن كذلك فإنه يسلك الطريقة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بالرسل، وهم الذين اختارهم الله للرسالة من البشر وفضلهم على غيرهم وأنزل عليهم الوحي
بواسطة جبريل يجب الإيمان بهم والتصديق بما جاء من أخبارهم، ومن سمي منهم نؤمن به باسمه، ومن لم يسمى نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. والله عز وجل بيّن الله في سورة الغافر أن منهم من قص علينا ومنهم من لم يقصص علينا، يعني منهم المقصوص ومنهم غير المقصوص. فنحن نؤمن بمن قص باسمه، ومن لم يقص نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. والله تعالى أخبر في كتابه أنه أرسل أنه بعث في كل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن نعبد الله وتنبي الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول أرسله الله عز وجل أرسله للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتحذير من عبادة غيره سبحانه وتعالى، سواء عبد غيره استقلالا أو عبده أو عبد الله وعبد غيره معه، بل لا تنفع العبادة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى لا شريك له فيها. فإذا نحن نؤمن بمن سمي ومن لم يسمى، نؤمن بمن سمي ومن لم يسمى، بمن قص ومن لم يقص علينا. والقرآن جاء فيه 25 سموا وقصوا علينا، فنحن نؤمن بهم بأسمائهم، وغيرهم نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. وأيضا نعتقد بأنهم بلغوا البلاغ المبين، وأن كل واحد أدى ما عليه على التمام والكمال، كما قال الله عز وجل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، لأن هذه مهمتهم وقد أدوها على التمام والكمال. وكما جاء عن الزهري رحمة الله عليه أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله وهو الإرسال قد حصل، والذي على الرسل وهو البلاغ قد حصل، والذي على أتباعهم هو الاستسلام والانقياد لما جاءوا به. وهنا ينقسم الناس إلى موفق ومخذول، وإلى شقي وسعيد، والذي يستسلم وينقاد لما جاءوا به، والمخذول الشقي الطريد هو الذي يعرض عما جاءوا به ولا يقبله ولا يعمل به. ثم إنه جاء في القرآن ذكر الرسل والأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء وصفه بالنبوة والرسالة، وخاطبه الله تعالى بهذين الوصفين، يا أيها الرسول يا أيها النبي، آيات في كتاب الله عز وجل فيها خطابه بيا أيها النبي، وآيات فيها خطابه بيا أيها الرسول. والقرآن جاء في ذكر الرسل والأنبياء، ومن العلماء من قال إنه لا فرق بين النبي والرسول، ولكن الأدلة دلت على الفرق بين النبي والرسول، وأن الرسل هم الذين أنزل عليهم كتب وأرسلوا برسالة مستقلة ابتداء، كما حصل لموسى الذي أنزلت عليه التوراة، وإبراهيم الذي أنزلت عليه الصحف، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن. ومنهم من أمروا بأن يبلغوا رسالات سابقة ولم ينزل عليهم كتب، كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين يحكمون بالتوراة، كما قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، والأنبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة ولم ينزل عليهم كتاب، وإنما أمروا بأن يبلغوا هذا الكتاب وأن يحكموا بهذا الكتاب وأن يدعوا إلى هذا الكتاب الذي هو كتاب موسى. وعلى هذا فالرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب، أوحي إليه بشرع بشريعة ابتداء، كموسى الذي أنزلت عليه التوراة. والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة ولم ينزل عليه كتاب، كأنبياء بني إسرائيل الذين يحكمون بالتوراة من بعد موسى، كما جاء ذلك في هذه الآية من سورة المائدة. لكن قد جاء وصف نبينا بأنه نبي وأنه رسول، وجاء وصف إسماعيل بأنه نبي ورسول، وجاء وصف موسى بأنه نبي ورسول. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خطب بيا أيها الرسول ويا أيها النبي، وهو نبي وهو رسول صلى الله عليه وسلم. وموسى قال الله عز وجل فيه واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا،
فقال الله تعالى عن إسماعيل ويذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فوصف هم بالنبوة والرسالة. بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا ولم يؤمر بالتبليغ، وذلك لما أنزلت عليه سورة اقرأ، وقبل أن تنزل عليه سورة المدثر هو نبي ولم يكن رسولا في ذلك الوقت، نبي ولم يكن رسولا، وبعدما أنزلت عليه المدثر صار نبيا رسولا، صار نبيا رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار نبيا بنزول إقرأ عليه، وصار رسولا نبيا بنزول المدثر عليه، بنزول المدثر عليه صار رسولا، وبنزول إقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن يقال النبي هو الذي أوحي إليه بشرع في وقت ما ولم يؤمر بتبليغه، وهذا مثل الحالة التي قبل نزول المدثر في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة كما حصل في حق أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين يحكمون بالتوراة. وأما التفريق المشهور الذي يقول الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإنه فيما يتعلق بالنبي لا يستقيم، لأنه جاء في القرآن أن النبي مرسل كما قال الله عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فوصف النبي بأنه مرسل، وقال: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلا إذا تمنى، يعني رسول ونبي، يعني عطف الرسول عن النبي، معنى أنه شيئان وليس شيئا واحد. وعلى هذا فيكون الأنبياء يعني لم ينزل عليهم كتب، يعني أنبياء بني إسرائيل الذين هم أنبياء ولم يكونوا رسل، ولكنهم رسل من حيث التبليغ، لكن ما أنزل عليهم كتب، ولكنهم يحكمون بالتوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.